السلام عليكم. إلى الرأي العام، إلى وزير الموارد المائية، إلى محافظ النجف، إلى نواب النجف، أنا في ناظم المشخاب. الآن ناظم المشخاب الجهة اللي عمرها المواطن بالتعاون مع الإدارة المحلية البلدية. هذه أشجارنا، وهذا ناظمنا اللي سنة 1900 وكذا أبو عبد الله. 1955 هذا الناظم انفتح متنزه. سنة 1955 هاي الأشجار انزرعت وياه. هاي الشجرة، هذا قياس الشجرة، معناه عمرها أكثر من 50 سنة، أكثر من متر أسالي الشجرة. هذا قدامكم الناظم. نعم. هذه من تعاون المواطن مع الإدارة، عمرنا وردنا واجهة للمدينة ويكون من آثار المدينة. إيش سوت الإدارة المحلية الموارد المائية بالمشخاب؟ خلنا راويكم إيش سوت الكارثة قبل يومين. نعم. الأوامر اللي انطت الأوامر بتجريف الأشجار اللي عمرها 50 سنة منه يا مسؤول. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. على كيفك يا عزيز؟ هلا وضح لهم شيء. هذا جانب صوره منا عزيز. هذا الجانب اللي قلنا لكم المواطن تعاون مع البلدية وكمل على مد يكون واجهة. وهذا الجانب اللي خاص بالدولة. اللي راح نعمره. اللي راح نعمره لكم. شوف الشوب. هاي كانت قدها نابلنا. هذه مسافة دونم. خلي نشوف العالم. إلى وزير الموارد المائية ونواب النجف ومحافظ النجف. هذاك المكان عمر المواطن وهذا المكان تابع للدولة. شوفوا التجريف. شوفوا الأشجار اللي تقطعت عمرها 50 سنة. طور انها صار 2 3. شوف يا حبيبي، شوف اغاثي، شوف عبد الله، هاكم اغاثي. هاي قياس القوقايه، هاي الاشجار المعمره اللي عمرها 50 سنه. شوف اغاثي، خلي نشوف الراي العام. هاي 2 وذيك واحده هناك صارت 3، هاي 4، هاي 5، هاي 6، هاي 6، هاي 6، هاي 7، هاي 8، ليش؟ هو الامر بازالتها بالكامل يعني. ليش؟ تعرف من عزيز الفيديو؟ من المسؤول؟ لاحظ العالم كله متغير، العالم كله لازم يزرع، التغيير المناخي. احنا موضوع العراق هسه وموقعنا امام منظمات العالم مالت البيئه شنو؟ راس راح تاثرون على العراق. خواتن يعني اللي زرعن في نفس الوقت، هذا توثيق. هاي عمارها، هاي الاشجار كل العالم تبقى على مود فخر وتراث للبلد. شوارع يحولونها عن ليش عمي ليش؟ انتوا اعداء، اعداء الانسان واعداء الشجر. ليش؟ من انطى الامر؟ هاي وزاره الموارد المائيه هنا، من انطى الامر بالتجريف؟ محافظ النجف مدراك تعرفوا من جاي يسوون؟ السلام عليكم. تعال عنا علي صور. تعال. ليش هيك؟ تقول لي جذع والقطر مالته هذه عمرها اكثر من 70 سنة. هاي محمية بالقانون. هاي محمية بالقانون هاي الشجرة. صور الناظم عزيز. كل العالم، كل العالم يفتخر بك عندنا ناظم واشجار ومحميات، ليش بس احنا اعداء الانسان والحيوان والشجر؟ ليش؟ عمي مسؤولين البيئه اللي بالمشخاب دريتوا؟ الشرطه الموجوده بالناظم دريتوا؟ مدير الري بالمشخاب سيد حسن يا مولاي تدري لو ما تدري؟ شاكر العطل ومدير النجف استاذ شاكر. تدرون؟ هاي مجزره بحق البيئه. قلنا هذن اثنين؟ هذن اثنين يا استاذ شاكر. تجريف مال اثنين؟ تجريف ابن مخزن مو هنا. الموارد المائية تدعي
التجريف على مود تسوي مخزن. العذر اقبح. اقبح من الفعل. هاي اراضي فارغه عندكم. اراضي فارغه موجوده. هاي مسجد الحق الاشجار عمره 60 و50 سنه. اراضي فارغه. ننتظر ننتظر المسؤولين. محافظ النجف يسوي تحقيق بعته يوم الاحد نقيم دعوه على رئيس الوحده الاداريه ومدير الموارد المائيه بالمشخاب في ملا.